الله يسعد لي هالصباح، صباح اليوم التنين 12 إلو. شقام على الفيسبوك، نحن هلا بالبزورية وهلا نحن بمدخل خان أسعد باشا العظم. وعدتكم اني رح اغير نمط التصوير هالفترة، نرجع لأمنا الحنونة الشام الطيبة، الشام الكرامة والعزة. لا الصبح بكير والعالم عم تفتح محلاتها مثل ما لكم شايفين، الشام اشتاقت لكم. السلام عليكم. ما راح طول عليكم، بس خلوا بالكم انو الشام بتحبكم كتير كتير. بتتذكروا الاكلات؟ اكيد بتتذكروني. هلا بسوق البزورية، الساعة حوالي 9:30 الصبح. الله يحميك يا شام ويحمي ترابك من كل مين بده ينزعك أو يخربك. شام على الفيسبوك، معكم نبراس، صباح الخير.